هناخد دلوقتي معاكم الأهم الأخبار المحلية وكمان الأخبار العالمية وآخر أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعيين محامين للجنة فض المنازعات. الشروق بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية تتسبب في تأجيل اجتماع اتحاد الكرة. الوطن سبورت عبد الفتاح جلب حكام أجانب حق أصيل لاتحاد الكرة وشرطين أساسيين قبل الموافقة. بوابة أخبار اليوم عامر حسين الأندية رفضت دور المجموعتين. بوابة الفجر الاتحاد السكندري ضاعف مكافآت لاعبي بعد الفوز على سموحة. البوابة سبورت 6 ذهبيات و3 برونزيات جديدة لمصر في البطولة العربية لرفع الأثقال. صدى البلد بلاتشر ريبورت يحتفل بذكرى هدف محمد صلاح المتوج بجائزة بوشكش. مبتدأ عبيدي بيلي يرشح 4 منتخبات للنهائي الأفريقي. سوبر كورة الكاف يكشف موعد الإعلان عن البلد المستضيف لأمم أفريقيا 2019. بوابة فيتو الترجي التونسي يرفض إقامة السوبر الأفريقي في قطر ويتمسك برادس. كورة رونالدو يحرض ميسي على ترك برشلونة. المصري اليوم أرسنال يحدد 25 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن أوزيل. 1-3 أرين روبن يحدد موعد اعتزاله. سبورت 360 لاعب ريفر بلايت عن اقتراب انتقاله للريال أنهادي. بوابة الأهرام قائد ريفر بلايت كتبنا صفحة في التاريخ. يور سبورت عربية ميلان يتلقى صفعة مدوية بشأن التعاقد مع إبراهيموفيتش.